المفروض يعني هو يبقى على احلى بكتير يعني. الفيلم التاني بقى قريب ده انا بس اصلا قعدت اتكلمت على حبيب مراتي ده من سنه ونص وفي الاخر ما اتعملش، فبقيتش حابب اقعد اتكلم على حاجه الا لما ايه يعني تجيلي يوم التصوير. طب يعني يوم التصوير انا كنت عارف. ممكن تقول لي اسباب او نقاط هي الفتره اللي فاتت كل الحاجات اللي بتخلي حاجه تقف من يعني من كل الثلاث سنين اللي فاتوا دول، اي حاجه بتقف انتاجيه. فاهم؟ انه مثلا بتقف انتاجيه، المنتج بيبقى مثلا حصل الاحداث فخايف، حصل مش عارف ايه فخايف، فيلم نزل ايه فما جابش قوي فقلقان، يعني هي كلها الفترات اللي فاتت دي بتبقى حاجات انتاجيه. بس بالنسبه للمنافسه، المنافسه دايما مثلا مطرب بيقول انا نازل بالالبوم ده عشان ده نزل بالالبوم بتاعه، هيبقى منافسه لنفس الشيء. مين المنافس يا عمر اللي فات؟ عمرو دياب طبعا. انت بتنافس عمرو دياب؟ لا طبعا. بس انت بتتكلم، انت لو بتتكلم في مين نازل دلوقتي عمرو دياب، بس اكيد مش نازل انافس عمرو دياب يعني. بس هي الفكره ما بتتحسبش كده، لا مش شايفها بتتحسب. انت لازم تنافس حد. بالعكس ممكن تحط نفسك في حته لوحدك. طب انت حاطط نفسك فين؟ حته لوحدك. يعني حاطط نفسك في ان انت بتحاول تعمل شكل ليك مختلف. بتحاول تعمل يعني لاين ليك، كاركتر ليك مختلف، تلمس بقى في حد. دي بيبقى الجمهور هو اللي بيحسها، يعني يقول لك ايه دي ملمسها في حته كذا، فهو اللي يبتدي يحطك في منافسه. اما حته انك تلزق نفسك في منافسه حد دي انا شايفها يعني في ناس كتير عملتها، فكره ان هو ايه انا اللي هو بيحكها في حد. مشكلة في المونتاج يعني شوية انقطعت. أيمن استنى أول ما عمرو دياب أعلن إن هو نازل، ونازل قبل ما بالظبط اكيد. كنت عايز اقول لك الاغاني الشعبيه، انت تقيم ازاي الاغنيه الشعبيه بتحقق تارجت على المشاهدات يوتيوب؟ يعني مثلا اغاني المعروضه بس عشان مليون دولار. بس عشان يعني بعيدا، انت لو انت قصدك انا ولعبت ظهر دي قلبه اغنيتي المفضله بقى لها 3 ايام. عشان ايه؟ عشان ابقى فاهمها. بمعنى ايه؟ يعني حاببها جدا، يعني اغنيه حلوه قوي. حاجات مهرجانات ببقى حاببها جدا وبسمعها وفي عربيتي وببقى حاببها جدا. فانا مش بغلط في اغنيه بعينها. يعني مثلا انا لو لعبت زاد دي بقول لك انا بحبها. بس حته اليوتيوب والمشاهدات دي اكذوبه رهيبه، يعني دي اكذوبه جدا. ليه بقى؟ حته انت نزل، تعالى دلوقتي نزل خد اي فيديو من اللي عامل 30 مليون، خده نزله على تشانل جديد، يعني خده اعمل، روح انت اعمل بكره تشانل على اليوتيوب ونزل.